هذا النهر من غير ما يدخل الحين اهو طف تاني اهو، والناس تتزحلق على النهر. هذا ضف الشاطئ من الناحية دي، الشاطئ من الناحية الأخرى، وهذا هو النهر. الناس تمشي عليه الناحية الأخرى للنهر، هذا هو الناحية الأخرى للنهر، والناس تمشي على التلج. هذا التلج، الناس تمشي على النهر المتجمد، نهر أوتو قد تجمد خلاص لأن درجة الحرارة سهل ب 56 تحت الصفر.